أما الإجابة الله أعلم، يعني علقنا على أول السؤال، الثاني الله أعلم، ما أدري. لكن الإشكال عندنا هو السؤال في تكرار يا يعني صحيح الله أعلم تكرار الفاتحة في إشكال. لا ما بدت فاتحة. بعد الفاتحة الله أعلم، أنا لا أدري. تكرار الفاتحة طبعاً في إشكال خاصة من وسوس وكذا. قرأها كما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة ما يزيد. احنا ترى متفقين على الكلمة ما متفقين على السؤال. يقول بعض الناس يقول لماذا تدعون للتوحيد والناس موحدين؟ طيب أي واحد يقول إنه موحد؟ بس تعب موحد؟ نعم. ما هو التوحيد؟ الحمد لله. وإذا لم يعرف نعلمه، لا إشكال بها. ثم ليس معنى أن نعلم الناس التوحيد، ليس معنى أن نعلم الناس التوحيد أننا نرمي هؤلاء الناس بماذا؟ بالكفر. ما يمكن هذا. طيب هل معنى هذا نترك قراءة القرآن؟ القرآن كله توحيد. يقول ابن القيم رحمه الله أنه لا تخلو منه آية أي التوحيد. إذا معنى هذا نترك قراءة القرآن، طيب لماذا تقرأ القرآن؟ القرآن كله توحيد. والسنة صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم أنذر بعثه الله لن توفاه الله، وهو يدعو للتوحيد وأنذر عن الشرك. ثم نسأل هذا، نقول تعرف ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. أنت معنا، لو تقول معك صحيح، نعم أنا أفرح. كل نص يجعله في التوحيد، لأننا الآن يا إخواننا لو كان مثلا هذا النقاب مثلا نتكلم فيه عن النكاح عن الزواج كان ما شاء الله يعني أمور وكذا، فهم بالك إذا تكلم عن التوحيد لابد تفرح إخوانا، تفرح التوحيد تعلم الناس التوحيد. والله هؤلاء الأئمة يعني الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعيد رحمه الله، سبحان الله لو تقرأ مثلا في القواعد الفقهية، نظم القواعد الفقهية للشيخ بن سعيد رحمه الله، حتى في شرح الشيخ بن سعيد كل مسألة تقريبا إذا أراد أن يوثق على قاعدة يأتي بكلام عن التوحيد. سبحان الله، حياة القلوب، حياة القلوب، تعلق بالله سبحانه وتعالى أشرف العلوم. كيف سبحان الله بعض الناس يقول لا نريد التوحيد، لا نريد التوحيد؟ إذا إيش يريد؟ الشرك صحيح وأعمل. إذا ما يريد نتكلم عن التوحيد، إذا ماذا نتكلم؟ طيب الصلاة توحيد، والصيام توحيد، والحج توحيد. نعم، لا تقبل أي عبادة إلا بالتوحيد. سبحان الله، لهذا خلقنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الآية هذه واضحة، لكن الإشكال عندنا ليس في فهم الآية، في العمل بهذه الآية. إذا خلقت حتى توحد، إذا لماذا لا تريد التوحيد؟ لا تريد الشرك. وهذا إشكال والله يعني يولد بعض الناس صحيح. فهو هذا المسكين ترى ما عرف التوحيد، هذا المفروض تعلم التوحيد ويبدأ يدرس التوحيد. إذا درس وعرف التوحيد بإذن الله لم يترك التوحيد أصلا. وما حصل اليوم يعني من بعض مما تسمع يعني الأخبار وهذا الإعلام وكذا، أرادوا أن يعلموا الناس بمن؟ بالحكام. أين حكام العرب؟ أين العروبة؟ أين أهل الخليج؟ لماذا نتعلق بالناس؟ وتوكل على الحي الذي تتوكل على الله سبحانه وتوكل على الله هو حسبه كافي. جاهل الأمر. فعجيب والله عجيب يعني يقول هذا الكلام. ثم استسأل أيضا، طيب أنت مشرك؟ إيش يقول؟ لو أسألك أنت مشرك؟ تقول أعوذ بالله أنا لست مشرك. طيب ما هو الشرك الذي حرم الله عليك؟ إذا عرف الشرك الحمد لله، وإذا لم يعرف نقول قد تكون واقع في الشرك وأنت لا تدري. وكيف يحرم الله سبحانه وتعالى عليك الشرك أعظم من تحريم كل محرم وأنت لا تعلم؟ عجيب والله. الآن إحنا نتعلم الآن المخالفات المرورية صح؟ كل أي واحد يريد يحصل على رخصة القيادة لابد يعرف ما يجب عليه وما يكون يعني عليه مخالفة وكذا، ربط الحزام اللي أنا نقول عندكم مثلا. إي نعم، هو لازم نربط الحزام. إيش عرفك؟ لازم هذا نظام. طيب التوحيد ما تعرفه والشرك ما تعرفه، قد تقع في الشرك وأنت لا تدري.
وتكون الأعمال لصعابة السلام تذهب عليك. لماذا تريد ذهاب الأعمال عليك في الشرك؟ نعم أخوانا شاركوني، واحد يشاركني على الكلام ليس لي يعني لي ما في إشكال، فهذا الكلمة انتهت. إذا لديك كلمة تعليق أهلا وسهلا. صلى الله عليه وسلم. بعض الخطبات تكون في المنبر أن قول صلى الله عليه وسلم من الزنا وأعظم شرب الخمر. أشوف الفتوى بالنسبة لهذه المسائل اليوم المفروض ترى إخواننا كل شيء موجود في الغالب في هذه الأيام موجود، والبحث سهل، لكن البحث لابد تبحث في من تثق بدين وعلم. يعني ترجع مثلا لفتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، مو تبحث في اي موقع، لان الاشكال عندنا في هذه الايام اننا نستفتي جوجل، وجوجل يعني الله اعلم زنديق مثال، انا اقول لك زنديق. الان لو تكتب ايش تريد من جوجل، حلال او حرام، اكتبته مثلا الادله على جواز وحل الربا، يطلع لك فتاوى، صح؟ اكتب لجوجل الأدلة على تحريم الربا، فتاوى. لو تريد الأدلة على، والله موجود، والله الأدلة على عدم كفر إبليس يذكرها لك، وما يكفر إبليس، لكن تبغى كافر إبليس اكتب له. في أحد يشك في كفر إبليس؟ نعم نعم نعم، عندنا في هذه الأيام بسبب هذه المواقع نستفتي جوجل، هذا مشكل. والله سبحانه وتعالى يقول ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منه، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فمثل هذه المسألة إخوان، الآن تستطيع أدخل مثلا على موقع اللجنة الدائمة للإفتاء، مثلا على موقع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الرسمي، لأنه قال لك هذا فتوى ابن عثيمين وقال موقع كذا، لا تأخذ، انه احيانا يسمونه بغير اسمه في هذه المواقع. يعني انا مره كنت اريد الذهاب الى دوله من الدول واريد يعني اعرف المراكز الاسلاميه هناك، فبدات ابحث، خرج لي مركز التوحيد، قلت هذا اللي اريد، دخلت والمهم في الداخل قالوا هذا المهم كذا وكذا، طلعوا سبحان الله رافضه وكاتبين في الاصل التوحيد، نعم يعني شرك مفروض مع هنا يسمونه بغير اسمه، فاشكال هذا. وانت ما يعني الان اشكل علينا الا هذا، كل واحد يقول من اين؟ قال من النت، من جوجل، من واتساب، من كذا. لماذا اخواننا؟ خلينا على العلم، على الكتب، على المراجع، المواقع، هذه الوسائل اخواننا الحديثه لو نستغلها في يعني طلب العلم، والله اخواننا لاستفدنا. لكن المشكله ان تأتيك الآن شوفوا هذا ونحن نسمع له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. مشكلة نحن يعني من ينشر هذه المقاطع، مقاطع الضرر والله إلا من رحم الله. ف يعني هذه الأشياء أصبحت اليوم تسمع أشياء يعني من قديم ما كنت تسمع، يعني مثل كفر إبليس هذه الأيام تسمع والله أشياء طمات يا رجل، أشياء من المسلمات اليوم يشككوا فيها، يقول لك مين أفتى؟ قال فلان، جوجل كذا كذا كذا، مجلدات ممكن يرسل لك إذا أردت يعني على هذه القضية مثلا. وهذا والله إشكال الحال، حذرت رابطة العالم الإسلامي عندنا من ظهور بوادر الإلحاد، يعني في السعودية المفتي كذلك تكلم أكثر من مرة، شخص ديس خطب خطبة أيضا على هذا، وهذا الإلحاد إشكال هذا بهذه الأسباب الآن، يعني هذا الانفتاح إشكال. شيخ الخضير الله سبحانه الكريم يقول أخذت جوال من هذه الجوالات الحديثة، قلت يعني قبل النوم أسمع لمنظومة، هو الشيخ يعني سبحان الله كثير القراءة والاطلاع،
يريد بعد القراءة وبعد القراءة وبعد القراءة أن يسمع شيء حتى هنا. فغرفت الجهاز وضعته وضعت فيه منظومة. قبل النوم أقول يعني شغل المنظومة، يقول ظهرت لي صورة امرأة عالية تمام. فقلت زرع المفاصل مقدم على جلب المصالح، خذوا جوالك رجعوا جوالك القديم أحسن. لو بقينا والله أخواننا على جوال وكاميرا، يمكن يعني أخواننا لو تسأل مثلا بعض الشباب يعني قبل 10 سنين مثلا، قل ما تصورت أنا، هو يقول عن نفسه، قل ما تصورت يوم من الأيام أني أرى هذه المرأة، الآن أراها وأصبح حتى الإنكار. يعني بعض الشباب هذا الله يرسل مقابل ويكتب لك بهذا الموقع نهاية المقطع أو الفيديو، يكتب لك عفوا المقطع يحتوي على موسيقى ونساء كاسيات عالية، عفوا ونسبه. طب من يتحمل هذا؟ بعض الناس يتعبك يعني يتعبك بهذا المقاطع، والله يتعبك مش تصنع يا أخي، حاضر منتهي صح؟ حاضر أول من واسم مرتع مقاطع كذا يعني كثيرا الآن من العلماء يذكر هذا. فقال اليوم يعني أوقاتنا الثمينة نضيعها بماذا؟ ها؟ بفرق أيضا تفاهات، والله تفاهات تفحيط وكذا وكذا. أنا ما خلقت لهذا أصلا، خلقت للتوحيد، وحد الله سبحانه، أذكر الله سبحانه وتعالى. هذه إشكالات أخواننا اليوم، هذه الأجهزة يعني دمرت كثير، والله أخواننا دمرت كثير. يعني تسأل بعض الشباب يعني تسأل مثلا والله تسأل أركان الإسلام ما يعرف ذلك، أركان الإسلام تسأل مثلا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما تصدق هذا الكلام. إحنا عندنا اختبار بعد الحرم، اختبار القبول. هذا اختبار القبول أين؟ في الهند، في المدينة. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاث اختيارات: المدينة، الطائف، الحبشة. ممكن يكتب الطائف، ممكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الطائف وذي رجع عليه الصلاة والسلام، لكن يكتب الحبشة إشكال كبير إخوان. دفن النبي صلى الله عليه وسلم، اختيارات ثلاثة منها مكة وكذا، هو في المدينة الاختبار، يكتب مكة مثلا أو يكتب الطائف، إشكال إخوان. هذه الأيام في مسجل هذا معروف في بعض الدول قريبة منا، من نبي هذه الأمة يقول ما أعلم، تصلي يقول ما أصلي، أقرأ الفاتحة ما يقرأ، سورة الإخلاص كثير يقول ما أعرف إيش سورة الإخلاص أصلا. ترى الخطأ يعني قد يتحمل الكل اللي يعرف وما لم يعلم، وهذا يعني لم يسأل، فقد يتحمل الكل إخواننا. فهذه المقاطع اليوم عندنا والله فيها إشكال كبير. عفوا إيش أسمعني؟ عندي واحد كل جمعة يرسل لي جمعة مباركة وأنا أكتب له بدع، جمعة مباركة أكتب له بدع، إيش أسمعني؟ الواحد مرة أرسل رسالة وكتب المهم كتب حديث وأرسل، ثواني أرسل الحديث بقي، عفوا مجرد ما قرأت الرسالة الثانية جاءت الرسالة الثالثة، عفوا حديث حسن، أرسلت له رسالة تأخر الصين على الله ضعيف صحيح حسن أنا ما أدري، أرسل رسالة أيضا طالب ذكر فيها الأعمار التي يعني يجب أن تتوفر في الأضحية، يعني الإبل البقر الغنم ذكر. مجرد أن أقرأ رسالة، أنا قرأت رسالة عرفت أنها خطأ، بدأت أكتب يعني التعديل لهذا، وأنا أكتب أرسل رسالة ثانية قال الأولى خطأ، أنا بدأت أكتب أن الثانية خطأ أرسل الثالثة على أن الثانية خطأ، اتصلت عليه مباشرة شفت رسالة رابعة تعمل كل الثلاثة خطأ، قال أعطيني الصح، قلت يا أخي قبل ترسل تأكد. وبعض الناس ترى ما ينظر في الرسالة أصلا، تأتي رسالة أرسل عن الكويت، والله إحنا في السعودية
يعني بعيدين عنكم. يعني وين نحن نشوف بيننا وبينهم كم؟ ما هي علاقة أنا يرسلني واحد يقول والله شركة في الكويت تبيع كذا وكذا وفيها مضار. طيب هذه الكويت أنا إيش العلاقة الآن ترسلني أنا؟ المهم أرسل إنه الشركة فيها بلاء وطامات. المهم بعد قليل أرسل رسالة قال والله هذه رسالة أنا وثقت في من أرسلها لي وأرسلتها لكم، ترى الشركة كويسة. هذا فيما يتعلق بالدنيا، لكن في عندنا أشياء تتعلق بالعقيدة الآن. يرسل لك ماذا قال فلان الضال الكافر في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. طيب هذه لو أمك ترسل المقطع بالله يرسل؟ ها؟ أبد. لكن يرسل كلام على أم المؤمنين حتى يستمع الكل. وبعدين قال كيف جاء الإلحاد؟ هذا سبب الإلحاد. شبهات الآن انشر. صحيح أم لا؟ أي واحد مرة أرسل لي معيه ولا هذا واقعنا اليوم يعني. أرسل لي صور فيها ملتحين وتر بيضة ومعاهم صواطير. يعني الصورة ما فيها أي تعليق ولا كاتب شيء، يعني لو كتب أسفل منها داعش أنا ارتحت. صورة فقط، يعني معنى هذا كلام على من؟ على هذا الالتزام. فكتبت له رسالة يا أخي اتق الله، يعني هذا طعن، ما يمكن يكون هذا، ولا بد تتوب إلى الله. ضحك، تعرف المضحك أرسل لي ها ولا أرسل صورة طبعا، فضحك أرسل لي مقطع فيديو، مقطع فيديو فيه نساء مسيحة، والله مشكلة يا إخوان. كان يقول مو عاجبك هذا الصورة أرسل لك فيديو. الآن أردنا نرد على داعش ولا بد نرد. الرد يكون رد علمي او استهزاء وسخريه وصور وفيديو ونساء وموسيقى بالله يصح؟ ما صنعنا شيء، زدنا الامر اصلا سوء على سوء. رد علمي اخي، رد بالكتاب والسنه، ومن لم يتبع بالكتاب والسنه فلا عبره. كيف انت تريد الان هذا من الداعش الان تريد يتوب او لا؟ تريد تقيم على الحجة؟ تقيم على الحجة بالكتاب والسنة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، حتى لو داعش. أما بالصور والهتافات بكذا بالسب بالشتم، السب والشتم إخواننا والله أعلم، يعني هذا ليس طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سب ولا شتم. أما أننا نسمع سب وشتم وقصص فيديوهات ونساء وأغاني وقل بعدين هذا داعش. طب حتى لو داعش يجيز لنا هذا، الغاية لا تبرر وسيلة، عنده ممكن تبرر وسيلة. هذا الواقع يا إخواننا اليوم، والله هذه مصائب ترى عندنا، وإحنا يعني كثرة المساس تميت الإحساس. يعني بعض الشباب تسأل اليوم يعني هل عندك تلفاز؟ يقول لا أعوذ بالله، والله ما دخل التلفاز بيت. صحيح؟ قال صحيح. طيب اعطينا جواله. قال لا ابدا، والله ما يمكن. في نساء؟ في موسيقى؟ في اخبار؟ نعم. يعني فوق الاخبار. صحيح؟ اذا هذا عندي التلفزيون زياده اصلا. صحيح؟ لديه في الجوال. هذا اشكال ايضا، طامات يعني. اخواننا يعني لابد نهتم بهذه المسائل، لأن ترى أخواننا المعصية نصلي على السلامة. أول ما تبدأ يسير، تكبر صغائر، كثرة الصغائر تؤدي إلى الكبائر، كبائر تؤدي إلى الأصغر، أصغر يؤدي إلى الأكبر. تعرف أن بعض أخواننا كان في أول الأمر ينكر على داعش، وأنت تعرف هذا بعض طلاب العلم، حتى بعض من ينسب إلى العلم صلى الله عليه وسلم، الآن هو مع داعش.
بل ينظر إلى كعبه. أسباب منها هذا، أسباب منها الإنسان يختار بنفسه أحيانا، يعني يستمع للشبهات، الشبهات إشكال فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر منها. إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه. الله يعلم أني أطلت عليكم، سامحوني. نعم كيف شيخ الدعوة ها؟ يعني الصحابة يمدشوا مصر دعوة ما جاهدوا وأسلمت مصر كلها. أنت لا تسمي أحسن هذه الأيام التسميات مشكلة. خلينا بدون تسميات أحسن، بدون تسميات. يعني لو نقول يعني مثلا الآن لا هو شوف يعني ما أحد ينكر الجهاد أصلا. الجهاد عبادة أو عادة؟ عبادة. إذا العبادة لابد فيها من شروط وأركان واجبات تنتفع الموانع. نعم ما أحد ينكر الجهاد أصلا، لكن هل هذا جهاد؟ تعال نحكم الشريعة ننظر، إذا كان جهاد الحمد لله، إذا كان غير جهاد هذا ليس جهاد، إذا ما نقبل. فإذا كان جهاد ما أحد يمكن الجهاد أصلا، ما يمكن الجهاد مسلم، ما يمكن المسلم يمكن الجهاد أصلا. لكن أي جهاد؟ الجهاد الذي يكون بشروط وأركان واجبات تنتفع عن الموانع، كما في أي عبادة من العبادة. تمام تفضل أخوانا للذين كريمة تعليم. ترى المجال يعني ليس لي أنا، والله تطاول تسامحون. الله يزاكم هذا من حسن الظن، جزاكم الله. الله يبارك فيك. سؤال شيخ، تفضل شيخ. الحين شيخنا بعض الناس يعني يهون عليه، يعني يبعد عن الأمر المحرم، لكن يصعب عليه يعني ويشق عليه التحفظ من حركة لسانه. تجد يعني صاحب ريبة صاحب دمية صاحب تجد عليه كلمة توجيهية بعد شيء.